ازيكم؟ عاملين ايه؟ النهاردة وصفة جميلة جدا هتخليكي بدر منور. وصفة تفتيح فورية جميلة جدا. يلا اعملي لي احلى لايك عشان تشوفي كل وصفاتنا والوصفات بتاعتنا توصل لاكبر عدد من البنات وكلهم يستفادوا. ولو لسه ما اشتركتيش معنا في القناة انزلي اشتركي معنا بسرعة عشان تشوفي كل وصفاتنا الناجحة 100%. يلا بينا نشوف ايه هي الوصفة. هنا الكنز اللي فعلا بجد كلنا ممكن عارفينه اللي هي بودرة جانسون بتاعت الاطفال. بودرة جميلة جدا بتستخدم في حاجات كتير جدا جدا جدا، بجد من اجمل الحاجات اللي ممكن ندخليها كمان في الوصفات. بودرة جانسون من الحاجات السريعة جدا للتفتيح، جميلة جدا ولازم تكون عندك فعلا علشان بجد هتستفادي بيها من حاجات كتير. انا خدت منها معلقة ونص. طبعا عايزه اقول لك انها بتفتح بسرعه جدا جدا جدا، من اسرع واجمل الحاجات اللي بتهدي البشره وما بتخليش البشره فيها ولا احمرار ولا حساسيه. جميله جدا جدا جدا. هنا حطيت معلقه ونص زي ما قلت لكم. وهنا بقى معانا معجون اسنان، اي نوع معجون اسنان. انا معايا سيجنال، انت ممكن تجيبي اي نوع انت محتاجاه او عندك اللي حباه حطيه. انا حطيت النوع اللي عندي بصراحة، فحطيت اللي هو سيجنال. هحط بردك منها نص معلقة، مش هكتر عشان ده بيعمل شوية لسعة كده، بس في احلى حاجة فيه انه بيدي انتعاش، ومن اجمل الحاجات بقى اللي فيه انه بيفتح بسرعة جدا جدا جدا. على فكرة الوصفة دي معظم الاجانب والكوريين بيستخدموها فجميلة قوي. هنا انا معايا مية ورد. المية الورد دي انا كنت عاملاها معاكم، مية الورد ومن مية الورد ومية الرز. جميلة جدا كنت عاملاها معاكم. لو حابين تعرفوا طريقتها اكتبولي في الكومنت وهنزل لكم اللينك ان شاء الله في صندوق الوصف. هنا هاخد مع مية الورد، هاخد قصدي مع الوصفة معلقة من مية الورد، معلقه بسيطه بس كده اللي هو الين العجينه. الوصفه دي عايزه اقولك انها ممكن تستخدميها في اي مكان في الجسم، بصي وش، رجل، ايد، كوع، مكان حساسه، اي مكان تستخدميها في الوش، في الرجل، في اي حته، اي حته في جسمك. الوصفه دي امنه جدا 100% وسريعه التفتيح وكمان هايله بصراحه، من الحاجات الجميله. هستخدم بقى كمان معايا معلقه من النشا. النشا معروف في اجمل حاجه فيه انه بردك سريع التفتيح، فالوصفه دي بجد هايله جدا. زي ما بقول لك كده الكوريين بيستخدموها، انا كنت بتفرج على فيديوهات كتير من الاجانب بتنزل وصفات هايله جدا جدا جدا، فالوصفه دي عجبتني وحبيت ان انا اجربها، فعلا عجبتني جدا جدا، فحبيت ان انا افيد بها متابعيني. كمان بتفتح بسرعة فورية، جربيها وهتصدقي فعلا وهتشوفي النتيجة قدام عينيكي. هنا بقى هحط كمان معايا معلقة من مية الرز. مية الرز من اجمل الحاجات اللي فعلا ممكن بشرتنا تحتاجها. مية الرز من اجمل الحاجات اللي بتفتح، من اجمل الحاجات اللي بتنقي البشرة، بتخلي بشرتك بدر منور فعلا. فبجد من اجمل الحاجات اللي ممكن تستخدميها مية الرز. احاول ان انا اقلب الخلطة كويس جدا جدا. انا مش عايزة الخلطة ولا تكون سايلة ولا تكون جامدة، ان من اسرع الوصفات اللي بتنشف بسرعة. ما ينفعش نعمل الوصفة دي كمية ونشيلها، الوصفة دي لازم تتعمل اول باول، لان فعلا من اسرع الحاجات اللي بتنشف بسرعة. هاخد كمان معايا معلقة من اللبن اللي هو البودر. اللبن البودر ده من بردك من الحاجات السريعة جدا اللي بتفتح البشرة وبتدي بتخليلي كده بشرتك زي الحليب. ففعلا الوصفة النهاردة جبارة جدا، من اجمل الحاجات اللي فعلا روعة، لان مدخلة فيها حاجات كتير تفتيحية، قنبلة التفتيح بصراحة. انا يعني انا افضل ان انا اسمي الوصفة الجميلة دي قنبلة التفتيح. هنا بقى خلاص انا قلبتهم كويس، نركنها بقى على ما نعمل الغسول بتاعنا اللي هنغسل بيه بشرتنا، وهنشوف هنعمله ازاي مع بعض. هنا انا جايبه برطمان، برطمان فاضي عادي كده، وبعد كده هملاه ميه تكون فتره اللي هي يعني ولا سخنه ولا ساقعه، يعني عايزاها فتره كده اللي هي تبقى دافيه. هنا خلاص انا حطيت البرطمان كله مليته ميه.
هنيجي بقى هنا، ده رز حبيبات، رز عادي اللي هو بناكله عادي، الرز المصري. وهنا ده نفس الرز بس انا طحناه في المطحنة، فانا هستخدم معاكم الرز العادي خالص. ممكن تحطي معلقة من المطحون عادي، لو انت عندك مطحون ممكن تستخدميه عادي. وانا هستخدم معاكم الرز العادي خالص بالطريقة دي برضو، عشان لو مش طحنة حاجة انت تقدري ان انا عامله لك الوصفة باسهل ما يمكن. هقلبها، حطيت معلقة ونص في البرطمان ده، هنقلبها كويس. طبعا اللون بتاعها بيتغير، الميه بتبقى من ميه الرز اهو زي ما احنا شايفين. طبعا دي انا بسيبها ليله كامله، وده الافضل ان انا مثلا خلاص عملتها هغطي البرطمان وهسيبها ليله كامله. ليه ليله كامله؟ علشان كل النشا اللي في الرز يبقى في الميه، ان انا عايزه الميه كلها فوائد، فانا عايزه الميه لما بتبقى بايته ليله كامله الميه بتاعتي هيبقى فيها كل الفوائد اللي انا محتاجاها. انا كده دي بسيبها ليله كامله. طبعا انا عامله ميه رز قبل كده، فاللي بستخدمها دلوقتي فقربت تخلص، فانا دلوقتي عملت اللي هو البرطمان ده بقى عشان ابدا ان انا استخدمه. طبعا انت بتستخدميه في وصفات كتير برضو، لو انت مش هتغسلي بيه وشك فانا هقولك بقى هنستخدمه ازاي. اهي بصوا انا ده كنت عامله برطمان فخلص، فحطيت الباقي في الكوبايه. طبعا ده بستخدمه، تقدري تغسلي بيه وشك عادي جدا وتسيبيه، ما تنشفهوش، تسيبيه كده وشك يشربه، تحفه جدا جدا جدا. طبعا انا هنا خلاص هركنه بقى، ده اللي هسيبه لبكره، وابدا بعد كده اصفيه واشيله في الثلاجه. هنا بقى هبدا نحط الوصفه بتاعتنا عشان نعرف هنستخدم ازاي الدنيا كلها بالترتيب. هنبدا نحط الوصفات بتاعتنا. طبعا ميه الرز ممكن تستخدمها مع اي وصفه، مش شرط الوصفه دي لا. طبعا ميه الرز نقدر نستخدمها في اي حاجه ممكن نعملها كماسك، يعني مش شرط الماسك ده. هنا خلاص انا هفرد بقى الماسك ده على ايديا. زي ما قلت لكم الماسك ده ما ينفعش يقعد فتره طويله، لازم نستخدمه على طول وبسرعه عشان بينشف بسرعه زي ما قلت لكم، ما ينفعش ان احنا نعمل منه كميه ونشيله في التلاجة. الماسك ده بقى زي ما قلت لكم جميل جدا جدا جدا، وفعلا يستاهل مليون الميه بجد، هيعجبك جدا. يلا بينا، لو اول مره تشوفي القناه بتاعتنا انزلي اشتركي معانا في القناه، انزلي هتعجبك القناه جدا جدا جدا. كل الوصفات الطبيعيه، احنا بنشجع الوصفات الطبيعيه 100%، بلاش الوصفات اللي هي فيها كيماويات، دي وصفات كلها طبيعيه من حاجات كلها طبيعيه 100%، والتجربه قدام عينيكي بتبقى ناجحه 100%. يا رب يكون الفيديوهات اللي احنا بنقدمها بتعجبكم، وده بناء عن اللايك بتاعك، ده اللي هيثبت لي ان فعلا بيعجبكم الفيديوهات بتاعتنا وكمان بيشجعنا. انا كده خلاص خلصت ايديا الاثنين وهي كده نشفت معايا، هبدا بقى ان انا اغسلها، ده بيتغسل على طول. بصوا بقى جمال الايد بعد ما بنغسل الوصفة منها، تحفة 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 بجد، حاجة من الحاجات الجميلة جدا اللي تستخدميها في اي حتة في الجسم وانت مطمنة 100%. مية الرز بقى هجيب اي قطن عندي ببلها. بصوا انا عايزة اوريكم بس حاجة، المية دي انا بقالها 3 ايام عندي عاملاها، بصوا المية اللي بتنزل منها تحسيها انه جل، بصوا شايفين اكنه جل مش ميه، جميل جدا. يعني كميه الفوائد والغذاء بتاعت الرز ديت هتاخديها مباشره على بشرتك، هيفتح البشره 100%. هنا خلاص انا بليت القطنه، وابدا بقى ان انا امسح بشرتي، امسح ايديا رجليا اي مكان انت بتحطي فيه الماسك بعدها على طول، او اي ماسك بقى بتحطيه زي ما اتفقنا. مش الماسك ده يعني ده مش مخصص لمية الرز، لا مية الرز مخصصة لاي حاجة في الجسم، مش شرط حتى لو مش حابة تستخدمي الماسك وعايزة تمسحي كل يوم بمية الرز، دي حاجة جميلة جدا 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 وهتشوفي نتيجتها مبهرة فيما بعد. بعد كده بسيبها تنشف بقى تماما بعد ما مسحنا المكان اللي احنا حابين نمسحه، ان كان وشنا بشرتنا رجلينا ايدينا تحت الابيض بين الفخاد اي مكان اي مكان. الوصفه دي لكل الاماكن، هايله جدا،
هايله جدا هايله جدا، بس بقى تنشف، ما بنشفهاش، تنشف خالص، بشرتي اشربها عشان اخد كل الفوائد بتاعته. بجد وصفه من الوصفات الهايله والجميله جدا جدا جدا. يلا لو ما عملتيش لايك انزلي اعملي لي لايك، احلى لايك زيك كده علشان تشجعينا، وده بيشجعني جدا جدا جدا. وكمان اعملي اشتراك للقناه وفعلي الجرس علشان تشوفي كل وصفاتنا الناجحه 100%، وهتوحشيني الفيديو الجاي. باي باي.